عام 1970 كنت من مؤيدي تحديث بلدي سوريا بأي ثمن، ولو كان الثمن تكريس في المية الأول للإشادة بإحدى منجزات حزب البعث الحاكم، بناء سد الفرات. اليوم ألوم نفسي على ما فعلت، فانهيار أحد السدود التي شيدها البعث مؤخرا وتشقق سدين آخرين، أحدهما سد الفرات، واحتمال تعرض باقي السدود للمصير ذاته بحسب تقرير رسمي، كل ذلك يجعلني أعود ليتفقد المكان الذي قادني إليه في يوم من الأيام حماسي الشاب. نحن ولدنا وكبرنا بسلسلة من القرى على وادي الفرات، فجأة اجوا خزنوا مياه بحيرة السد وشفنا بيوتنا كيف عم تغرق وعم تتدمر ودمرت معها كل الذكريات. حسب ذكرياتنا وحسب الطفولة اللي عشناها لازلنا نذكر ولو بشكل تقريبي أماكن كل بيت من بيوتنا. مثلا بيتي أنا هون تحت التبة تحت المي هون، وما مبين شيء منه حالياً، ولو فيك تبحث تحت كل بيت من البيوت بتلاقي آثار وحضارات من الفترة الإسلامية وحتى العصور الحجرية. مثلا عندك هون بهالمنطقة كم موضع يعود تاريخه من 8000 حتى 11000 قبل الميلاد، والحبوبة غريتنا هي أول مدينة بنيت في التاريخ، يعني أول ما استوطن الإنسان حاول يزرع ويجني ثمار تعبه، وتحول من صياد المزارع دجن حيوانات. هي في هذه المنطقة بالذات المنطقة قدمها قدم التاريخ، قدم التاريخ.
حول بحيرة الأسد يمتد اليوم بلد اسمه سوريا الأسد. من سوريا الجديدة هذه اخترت قرية، هذه القرية وأهلها وحتى بئر الماء فيها اسمه الماشي. قرية يحكمها شيخ عشيرة نائب في مجلس الشعب، يعاونه ابن أخيه مدير المدرسة ومسؤول الحزب. إنها بعبارة أخرى عينة من بلد يحكمه حزب البعث منذ 40 عاما من دون منازع. أنا ذياب الماشي، مواليد 1922، 1915 تصحيحا، من غيرت جعدنية الماشي، عضو في مجلس الشعب من عام 1954 حتى تاريخي بدون انقطاع. من فترة راديو مونتي كارلو ذاع قال: أقدم الناس في السياسة البرلمانية 1 فرنسي له 51 سنة، وذياب الماشي 49. الآن أنا صرت 49 وعندي 4، في 53 صرت أقدم منهم. صار 50 سنة بالحياة النيابية، منها 31 سنة بظل الرئيس الراحل حافظ الأسد. شو ممكن تحكي لنا عن السنوات هي؟ سيد الرئيس حقق لنا عهد مليئا بالإنجازات والعطاءات، عهد مميز بالطاقات والقدرات، عهد لم يشهد له الوطن مثيلا عبر تاريخه المديد في السياسة والجود والعطاء. هذا عهد عهد الرئيس المناضل حافظ الأسد، الذي أرسى من فجر التصحيح صرح الديمقراطية الراسخ، وأعلن للملأ أنه هو رجل المواقف الصلبة وصارع الحضارة العربية. فالسيد الرئيس الله يرحمه، مهما بدنا نتكلم عن الخيرات والأعمال اللي قدمها لها الوطن والشعب، يعجز عنها يعني كتاب، ويعجز عنها